هل أنت مثلا اليوم مثلا قبل ما بترجعها بتحتفظ فيها البعض من الوقت، هل بتعرضها على السوشيال ميديا حتى يستفيد الغير منها، حتى تعرف تاريخها؟ هذه إيش هي هذه القطعة، بترجع لفين أو إيش أصلها أو إيش تاريخها؟ أول ما اشتريت أنا بحثت عن مودتي من أهل الاختصاص، قالوا لي مثل هاي عملة أموية مفروش عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ووديت وابحث عنها بنفسي في جوجل في يوتيوب. طيب وإيش كيف كان رد الفعل من الدولة؟ هل بيقوموا بتكريمك بعد ما أعطيتهم هذه القطع كلها؟ والله لحد الآن كل شيء ماكو، إيه يعني لا أحد قال لي مثلاً ها كرامية أو هيك، إيه مع الأسف والله. طيب علي على السريع، يعني ما شاء الله، أنا ممكن أبغى أسألك عن تخصصك، أنت مهتم يبدو في الآثار والتاريخ وكذا، هل ممكن تتخصص في الجامعة بهذا التخصص؟ أو إيش بتدرس أو إيش نفسك تكون؟ والله أتمنى يعني دعم من هذا الموضوع، أتمنى من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، نعم، أو الحكومة المحلية في البصرة أن يدعموني في هذا الموضوع، أن يعطوني فرصة عمل.